أنا أفضل أن أعطي لأنه أول مرة أتكلم مع الإعلام ويعني اخترت هذه الخطة لأقول لكم أنني أول واحد أنزور حسن التازي والعائلة دياله في السجن هو عبد ربي. ولما زرته أكدت له بأن هذه الوثائق التي أتوفر عليها التي تجلى في محضر الضابطة القضائية لا علاقة لها باعتقالي. قلت له فكر فيما قمت به من أجل هذا الاعتقال. احنا على كل حال كدفاع نحترم مؤسسة القضاء تحقيق يعني قضاء مدة طويلة المدة الأقصى اللي هي عام جات المحاكمة. يعني حاولنا من خلال الدفوع الشكلية الأولية أننا نثير مجموعة من الخروقات واللي المحكمة المشكورة أنها يعني كانت قرار جري أنها على كل حال قررت بطلان محضر الضابطة القضائية كما في علمكم. وبعد استماتة طويلة من الدفاع العصامية وبعد مناقشات طويلة كما لاحظتم وأنتم تتبعون هذه المسائل هذه جينا الآن المناقشة. أشكر المحكمة على كل حال على سعة الصدر ديالها لأنها تسير في اتجاه صحيح، وهذا الاتجاه يتجلى في أنها تعطي الأهمية القصوى لهذا الملف من خلال على سبيل المثال أنها كان بعض المتهمين والمتهمات أعطتهم 7 سوا أكثر من مناقشة من الاستماع لما عهده في ملفات مماثلة. ولذلك يعني يستشف من هذا القراءة ديالي أنها المحكمة بغت توصل للحقيقة تتعمق في الملف يعني تشتغل بعمق في هذا الملف لتحقيق العدالة والأمن القضائي المنصوص عليه في دستور 2011. وأتمنى أن تكون نتيجة. وكاين أمور أخرى لا يمكن قولها لأنه احترام للقضاء وحرمة القضاء وسرية المناقشات. في المناقشة إن شاء الله بعد المناقشة إن شاء الله نقدر نقولها.